دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري ممثلا بمعالي وزير الاتصالات جمال الجراح، أصحاب المعالي والسعادة وممثلوهم، سعادة السفراء العرب والأجانب، المديرون العامون، ممثلو القيادات العسكرية والأمنية، الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والمصرفية، الوجوه الاغترابية، أهلا وسهلا بكم. أسألكم أن تذكروا على الدوام أن هناك على شاطئ البحر المتوسط وطنا لنا يستحق أن يكون من خيرة أوطان الناس، وأن في إمكانكم أن تساعدوه ليكون كذلك. هي أبلغ رسالة للأديب المهجري أمين الريحاني لكل مغترب لبناني أينما كان. لا ينتهي لبنان عند حدوده الجغرافية المعروفة للجميع وهي 10452 كيلومترا مربعا، لكنه يبدأ بعد هذه الحدود ويمتد إلى أقاصي العالم. يبدأ من خلال منتشريه الذين عشقوا المغامرة منذ أيام الفينيقيين وصولا إلى القرن التاسع عشر تاريخ بدء الهجرة الفعلية التي أفضت خلال 160 عاما إلى جعل مغتربي لبنان يشكلون ثلاثة أضعاف المقيمين. لطالما كنا نسأل ما هي ثروتنا كلبنانيين؟ كان الجواب عقل وطموح وذكاء أبنائنا هنا وأين محل في العالم، وإلى أن نستخرج ثروتنا النفطية المكتشفة حديثا ما لم تكن هناك معوقات. طبعا أنتم تبقون ثروتنا، نعم أنتم كمغتربين ثروة لبنان الفعلية. أنتم الذين ترفضون وطنكم بجزء من ثروتكم لتسهموا في بقاء أهلكم ودعم اقتصادكم المنهك. هذا الاغتراب المتشوق بقسم كبير من أبنائه ليس فقط لزيارة الوطن الأم والحنين إلى أرض الأجداد، بل للاستثمار فيه ونقل خبراته ونجاحاته إليه. جاء مؤتمر بلانيت لبنان 2017 الذي ينظمه المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في دورته السابعة برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري ليحاول الإجابة عن بعض أسئلة وهواجس في هذا المجال. فإذا ما قمنا بجمع تحاويل المغتربين اللبنانيين منذ العام 2002 حتى العام 2016 نرى أن مجموعها يقارب 95 مليار دولار أمريكي، وهذا الرقم يفوق دين لبنان العام والبالغ 75 مليار دولار. كان من المفترض أن يكون معنا دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شخصياً اليوم في هذا المؤتمر مع عدد من الوزراء، إلا أن اجتماع مجلس الوزراء الحافل بالملفات المحلية والدولية بعد العودة من أمريكا واقتراب المعركة مع داعش فرض عليه الاعتذار عن عدم الحضور، وكلف معالي وزير الاتصالات جمال الجراح تمثيله، فنشكر حضور معالي الوزير ومعالي وزير السياحة أيضا. يحاول المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال جمع رجال الأعمال اللبنانيين المنتشرين في كل أنحاء العالم من خلال تواصله الدائم مع المغتربين اللبنانيين في القارات الخمس وتفعيل علاقتهم مع لبنان، ناقلاً همومهم وهواجسهم إلى الحكومة منذ 19 عاماً بجهود رئيسه ومؤسسه الديناميكي الدكتور نسيب فواز والمجلس التنفيذي. فواز مؤسس غرفة التجارة العربية الأمريكية ورئيسها لعشر سنوات، ومؤسس إنرجي إنترناشنال كوربوريشن في أمريكا والشرق الأوسط، يجهد منذ سنوات إلى رفض الاقتصاد اللبناني بنجاحات وخبرات مجلين لبنانيين في بلاد الانتشار علهم يستثمرون في وطنهم في مجالات إنتاجية تخلق فرص العمل أمام اللبنانيين وتهيئ المناخ الاستثماري الملائم لاجتذاب هذه الاستثمارات. للمغترب برأي الدكتور فواز صوت، ولا بد من أن يكون له قرار ورأي، فيعرف أن أمواله آمنة في البلد وأن الليرة وضعها آمن ومستقر. قل واعمل هذا شعاره، لذا أسس موقعاً إلكترونياً هو hire-lebanese.com
وطلب من خريجي الجامعات الذين يبحثون عن وظيفة أن يرسلوا السيرة الذاتية الخاصة بهم إلى هذا الموقع الذي يتواصل بدوره مع شركات كبرى لتأمين مجالات عمل لهؤلاء. لن أطيل الحديث، دكتور فواز تفضل.